أحسن الله إليكم. المستمعة أم مشاري من حائل تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ملتزمة ولله الحمد في أداء الصلاة، غير أني أحتار عندما تأتي الدورة الشهرية بعد 10 أيام و15 يوما. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل هذا دم حيض أم غير ذلك؟ وهل أصوم وأصلي في أثناء هذه الأيام؟ دم العادة يختلف اختلاف النساء، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. إذا كان من عادتك استمرار الدم 10 أيام أو أكثر إلى 15 يوم أو أقل، فإن هذا يعتبر حيضا، فتوفين من أجله الصلاة والصيام، تقضين الصيام الواجب بعد ذلك. نعم.